أما بعد، الجمع الكريم، الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الآية يا جماعة من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي تبين خطورة الشرك بالله عز وجل، وأن الشرك بالله تعالى أعظم ذنب عصي الله عز وجل به في الأرض، لأن الله عز وجل يقول في أولها: إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني الذنب الوحيد، الجريمة الوحيدة، المعصية الوحيدة، ربنا ما بيغفر لك أبدا إذا مت عليها، هي الشرك بالله سبحانه وتعالى. لكن باقي المعاصي من الزنا، شرب الخمر، أي قتل النفس، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يغفر لمن يشاء. وعندنا حديث الرجل الكتل 99 نفس وقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. والرجل ده رغم أنه كاتل 99 نفس لكن عنده فقه، عنده فقه، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، لأنه في فرق بين العالم والعابد. لو العابد بجهل ساكت تلقاه فارش ليه سبحة لالوبة ألف لالوباية، كمل الشجر كله فارشة قدامه والليل كله سنتي حرتي في قلوبهم بيت، ما عنده أي ثواب ولا حسنة واحدة، بل كلها ذنوب عليه، لأنه دي بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن إنه البدعة ما عندها ثواب ولا عندها حسنات، بل عليها ذنوب، بل هي من الكبائر ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما بعد، حديث جابر في صحيح مسلم: أما بعد، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدعة بتودي صاحب النار. فالرجل ده كان عنده فهم في راسه، جزاه الله خير، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. ودي فائدة لك إنك تسأل العلماء، مش تسأل شيوخ الطرق. لو طلقت مرة دار تشوف الطلاق واقع ولا ما واقع، أوعك تمشي لشيخ طريقة، والله أوعك تمشي لشيخ طريقة. أول حاجة بورطك لأنه جاهل، فارش له القلوب وخات له بخرات وموقف له نسوان في الباب وحدات جوا معاه وطابل عليهم اللوضة، ده بليد، ما ممكن يفتيك فتوى صحيحة أبدا، مخه ده عفن، كله محايات وبخرات، ما عنده أي حاجة في الدين. دي أنا بحذرك منها. الرجل الكتل 99 نفس، والله الرجل عنده فهم، قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. لكن الجماعة دلوا ما على عالم في البداية، دلوا على عابد جاهل، ماشي قال له: أنا كتلت 99 نفس، عندي توبة؟ قال له: لا، كتلوا تم بيه المية، بيقوا 100. تاني قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، والدولي عالم بجد، قال: لك قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ عندك توبة، باب ربنا فاتح، ورحمة ربنا واسعة، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء. قال: لكن الأرض اللي انت فيها أرض سوء، وأمشي لأرض تانية بها ناس صالحين أعبد الله معاهم. طلع مات في السكة، والقصة معروفة. الشاهد إنه ربنا غفر له كتل 100 نفس يا جماعة. لكن الشرك الله ما بيغفره إذا الزول مات عليه، ده كتل 100 نفس، الله غفر له كتل 100 روح، غفر له كلها.
لكن اللي بيشرك بالله بيقول يا ود بدور من الفقر ومات على الكلام ده جهنم ما بيطلع منها ابدا ومستحيل ربنا يغفر له. يا مولانا كيف ربنا ما يغفر له؟ الله قال كده؟ ربنا قال كده؟ ربنا قال ان الله لا يغفر لا يغفر. تاني اللي بيقول بيغفر منه؟ الله قال ما بيغفر لا يغفر ان يشرك به. الشرك ده الله ما بيغفره. الشرك ده شنو؟ النبي عليه الصلاة والسلام عرفه تعريف بسيط يفهم اي زول فيكم وتعريف واضح. قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك. ده الشرك يا جماعة. كونك تنادي وتبدر انت مشرك. تب مشرك لليفة مشرك. تنادي يا وتحسون من المدفونة مشرك. يا البراء مدد مشرك. طوالي مشرك. شروط موانع دي في المعين، لكن انا بتكلم عن الحكم. البنادي غير الله ده مشرك. عديل كده. البينده غير الله مشرك. اللي بيقول يا شيخ فلان انا في حواك مشرك. مشرك. اللي بيقول الشيخ الفلان بينجدني وبيفزعني مشرك. اللي بيلبس لي حجاب، ما نحن ما قدرنا نديك تعريفات طويله. قال فلان وقال ابو حنيفه، في ناس الموضوع ده قد يكون طويل عليهم. دارين اجيك من النهايه. من النهايه. عرفتها؟ اللي بيلبس لي حجاب في يده في رقبته في صلبه. حجاب للرزق يعتقد انه يجيب الرزق، او حجاب يعتقد انه بينفع او بيدفع عنه الضر. العقرب ما بيعضيه، يعتقد في الحجاب ده النفع او الضر. ده كافر مشرك. من اللي قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمه فقد اشرك. في مسند الامام احمد بن حنبل جو 9 انفار او 10 10 انفار للنبي عليه الصلاة والسلام ده يبايعوا. النبي صلى الله عليه وسلم بايع 9 وصافحوا. العاشر ده ابى الرسول عليه الصلاة والسلام انه يبايعوا على الدين وعلى الاسلام، وابى يمد يده يصافحوا ذاته. يبقى عامل جريمة ولا ما عامل جريمة؟ عامل جريمة كبيرة. قالوا يا رسول الله بايعت 9 وامسكت عن هذا، ده ليه ما بايعته؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام، اسمع الكلام ده كويس عشان ما يغشك بشرى ولا غيره ولا غيره، يجي يوقع النساوين هنا ونحن لابد الله ان شاء الله سيتنجم. هو قال الخبر ده ما عندنا، خبر عندنا تقولين 3 ساعات بدري تيت تيت تيت. قالوا بشرى شغال بننجمك وننجم حنانك ذاته ان شاء الله تعالى. يرمي بالنساوين مرة تشتح كده تقع قدامه. بالله ده ما قلت أدب، ما قلت حياء، ما قلت ذوق. وفي نساوين معه عصابة. دي عصابة يا ناس افهموا، عصابة بيتقاسموها بعدين. نساوين معه أول ما قال بيقرأ، قال الواد بيقرأ، الواد عاطي قال بيقرأ. النساوين تشيك واحدة ترفع كراعة تنط تقع برقبتها واحد كيف، والناس يتجمهروا والميدان البغادي ده يتملي. شغل بتاع سحر، شغل بتاع شياطين يا ناس افهموا الكلام ده. قال جبريل نزل له هنا في سوق 6. تخيل جبريل جا في سوق 6 هنا بجاي، والله مصورين. وقال في الموبايلات كمان تشوف ما في اي حاجه. يقول لك هون ده وينه؟ ما في اي حاجه ولا اي شيء. زول موهوم في مخه يا اخي. احنا قابلناه ونصحناه، نصحناه بشرى ده نصحناه، قلنا له اتق الله وتوب. قال توبت. غاب له 3 شهور ثاني ظهر هو ذاته، والكلام ده ما يقدر ينكره. قلنا له ما جبريل ده ما بينزل الا على الانبياء بليد، ينزل عليك انت نبي؟ قال والله انا جاي من البيت في الطريق، قال نزل لي في ظلت في الشارع جبريل. الواد ده كان بيحضر مسلسلات اطفال، خلي بالك ده كله شوس، وده شغل بتاع دجل وشعوذه يا ناس. جبريل ما بيجي سوق 6 ولا سوق 4. جبريل ده بينزل على الانبياء، لانه جبريل عليه السلام موكل بالوحي، والوحي ده ما بيجي الا للانبياء والرسل، ما بيجي للاهبل ده. عرفته؟ وبلغوا الكلام ده. قول له وقف،
لو ما وقفت بنجمك والله بإذن الله سبحانه وتعالى. خلينا بالحديث. قالوا يا رسول الله ما بايعت ليه؟ قال إنه معلق تميمة، من علق تميمة فقد أشرك. التميمة عن الحجاب. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بيعلق حجاب مشرك، مشرك عديل. طيب الدليل شنو؟ على انه البدع غير الله. اللي بيقول يا ود حسونة، يا ود بدر، يا البادراب ابو قراب، يا فلان، ده مشرك وكافر. الدليل شنو؟ ربنا قال في القرآن الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال أي إنسان بيدعو غير الله يبقى اتخذ غير الله إله، لكن إله بالباطل ما بالحق. بعد ذاك الله سبحانه وتعالى قال أي زول بيدعو غير الله كافر من الكافرين، لأن ربنا قال في نهاية الآية إنه لا يفلح الكافرون. بعد ذا شيخ الصوفية يعلم الناس إنهم ينادوا غير الله، ويعلم الناس إنهم يخلوا الله ويكفر بالله ويشرك بالله، زي ما قال البرعي، قال دعني أصاحب سادتي وأماشي. هذا الكتاب ديوان وهدى، ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. البرعي قال دعني، اسمع الكلام ده كويس، عربي واضح، دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي، وأزورهم طالبا بركاتهم. والبركة من منا جماعة، ما من السادة بتاعنا الصوفية، من ربنا، كما في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام جابوا له طعام بسيط والناس الصحابة كانوا كتار، فدعا في الطعام بالبركة من الله، دعا الله فبارك الله عز وجل في الطعام وكف الناس كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا من هذا الطعام المبارك والبركة من الله. فالبركة من الله. البرعي قال: وأزورهم طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي، يعني خاشع، يخشع منه عند الشيوخ بتاعنا الصوفية، ده البرعي. وربنا قال: وقوموا لله قانتين، يعني تخشع وتقنط لله، لكن البرع بيخشع وبيقنط لشيوخ الصوفية بتاعنا. قال: وأزورهم طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي. أسمع الكلام جايك ورا. البرع قال: ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. قال: أي سوء ومصيبة تحصل لي بس أجل الفقرة وشيوخنا بتاعنا الصوفية ديل، البلية والسوء ده بيزول عني طوالي وبتلاشى. وربنا قال هو سبحانه وتعالى، الله هو اللي بيزيب السوء. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللي بيكشف السوء منه؟ الله. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لكن البرعي قال لا، قال في إله وآلهة مع الله. قال: وأزورهم طالبا بركاتهم، إلى أن قال: ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي. أها برعي، قال: هم عدتي عند الشدائد كلها. هم عدتي أو عدتي عند الشدائد كلها، هم موئل يروي لكل عطاشي. سبحان الله، عند الشدائد زول بيلجأ لمنو؟ لله. لكن البرعي قال لك ديل عدتي عند الشدائد كلها، ما الله، لأنه البرعي دي عقيدته الكفر بالله والشرك بالله. وما البرعي براه، دي عقائد كل الطرق الصوفية التجانية والسمانية والقادرية والختمية والركينية، وكل الطرق دي عقيدته، وما في شيء
ضيع البلد دي والله أن خلق السماوات السبعة والأراضين السبعة والجن والإنس ورب السماء، ما في شيء ضيع البلد دي زي ما ضيع الشرك بالله عز وجل. إذا كان شيخ الصوفية يقول أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا، أنت لقاك كفر زي ده؟ أتحداك أتحداك تحدي عديل، هل لقاك كفر وشرك وإلحاد وزندقة من أبي جهل عليه لعنة الله أو أبي لهب عليه لعنة الله كان بيكفر قدر ده؟ كفار صح، لكن حصلوا قدر ده؟ أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق الله وأفنيهم أنا، ده غدا صوفية. الطرق اللي بترقص دي في التلفزيون واللي بيجيبون في الراديو وفي قناة الساهور وقناة القبة الخضراء تحت الركيني، الركيني قال الرسول جاء في أبو آدم الكلاك لمربع ستة وأكل معانا بالتيخة، ما سمعته في اليوتيوب؟ براو، ما نحن قلنا براو، قال الرسول أكل معانا بالتيخة. شو البتيخة البليد ده عليك الله، والناس برضو يمشوا يقول لك ماشيين نحضر الجمعة عند الركين، عربات مظللة ولاند كروزرات وبرادوهات، أمة جاهلة وأمة عاطلة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وبعد ده تقول لك والله العيش غلة، بعد شوية بيكون ما في، نبشرك نبشرك إذا الشغلة دي والشرك ده والكفر ده استمر كده ربنا سبحانه وتعالى بغير حالنا إلى أسوأ من هذا الحال. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. يا ناس توبوا إلى الله سبحانه وتعالى وارجعوا إلى الله عز وجل، توبوا من الشرك وتوبوا من هذه الطرق الصوفية الباطلة الضالة. وأي صوفي صغير كبير أمي عديل أكبر جاكم عندهم غالتك في الكلام ده، تعال سلموا لينا هنا، لا بندقه لا بنطعنه بسكين ولا نحن ناس ضرب إلا دفاع عن أنفسنا، لكن لا بنضرب زول عرفته، لا بنشتم زول، جيبوا هنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أي صوفي الجفري البليد ده تعال قال قال، ولا الإزيرق الطفش بقى قاعد مع اليهود والنصارى وهو أسوأ من اليهود والنصارى، ولا الخنجر قال إنه الله ما بدي المطر لكن شيوخنا نديهم القروش يدون المطر، دال كلهم جيبهم نناظرهم ونناقشهم في هذا الشرك والكفر بالله عز وجل، لأنه ما في إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي لا مميت، لا مزل لا معز إلا الله تبارك وتعالى، ولا ينزل الأمطار إلا الله، وما بدي الجنة إلا الله. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، والله كلمة يخلق ما يشاء لو اتدبروها الناس لوحدوا الله، الله قال يخلق ما يشاء، وكد دار يخلق بيخلق، وكد ما دار يخلق ما بيخلق، والدائر بيخلق والما دائر ما بيخلق، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يوقنون. وريني صوفي بليد بيقدر يعمل حاجة واحدة من اللي بيعملها ربنا سبحانه وتعالى دي، ما يقدر ما يقدر، لكن الناس عقيدة تعبانة. يقول لك ظهر شاب بمدينة رشاد ولد كلب بليد قال يا عالي الناس بالجرسلين، يا أمة يا ناس يا مسلمون في جرسلين بعالي؟ من الله خلقكم جرسلين بعالج؟ قال الجرسلين يعالج من أي مرض،
سكري بعالي، ضغط بعالي، عميان عميان، الله خلقه عميان بفتحك، جرسلين جرسلين. واحد احمق قبليه بتاع الكريم التش، قال الرسول جاني اداني بوسمار، جاءه الرسول ادى بوسمار، اها ماذا بعد البوسمار؟ قال البوسمار ده بيعالج اي مرض في الكون، المواصلات كلها تحولت الكومسنجيه، الكريم التش كريم التش، فضل ثلاثه نفر بيمشوا، اللواري ماشيه، غيره ماشي، غيره ماشي، والناس بتصدق الالاعيب والدجل والشعوذة بتاع الصوفية ديل للليلة بيصدقوا الكلام ده. واحد مجري من في شرق النيل، في شرق النيل، قال بدي جنة، المرة العاقر بس يسلموها له إذا حلوة يخطوها عنده، يا كلب يا مجرم يا صعلوب يا قليل أدب، والناس لسه بيصدق الكلام ده. وأنا بستغرب، أنا بستغرب كيف الإنسان يعتقد إنه غير الله بيخلق. وشيوخ الصوفية ديل كلهم ماتوا، البرعي مات، الله كتله وكتم نفسه، المكاشفي مات، صايم ديما الكبير مات، واخر واحد ده الجيل بتاع طابت عبد المحمود الله كتله، بس كونه ربنا كتلهم ديل كت، انت ده ما بخليك تتوب من التصوف؟ لانه الناس اللي الله كتلهم ديل كانوا معتبرين نفسهم آلهة مع الله، والله كتلهم عشان يثبت لك انه ديل ما آلهة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الإله ما بيموت، البد المطر ما بيموت، البيخلق الجنة والبد الولد والبد ما بيموت، ديل ماتوا معناته ما بده المطر، معناته ما بده الجنة، معناته ما بيعلموا الغيب، معناته ما شرك مع الله، معناته ما بيغيثوا الملهوف، لأنهم ماتوا لأنهم ضعاف. لكن بعد ده الناس بيعبدون. وأنا بستغرب برضو من واحد عاقل وعرس له المرأة مهر لمناسبة وليمة لمأزون لشيلة عملت 100 مليون العرس، 3 سنة ما ولدت، يمشي يسلمها لأبوك الشيخ، أبوك الشيخ ضارب دخن، وكيلك الله ما بيشوف الشمس، مرطب، تسلم المرأة كيف؟ ضارب دخن تسلم المرأة؟ يا ناس شرك وخيابة وبطالة وعدم رجالة، كلهم يتلموا على الجماعة اللي بيمشوا لأبوك الشيخ، كذب العقل بالعقل. الشيخ ده يدي الجنة كيف يعني؟ من وين يعني؟ بيطلعوا من وين؟ وكيف يخطوا عنده المرأة؟ ده سؤال. يقول لك لا لا ده فقي، هي المشكلة في الفقي ذاته، هي المشكلة في الفقي ذاته. أنت قاعد شنو؟ عشان ماشي اللي بيزني ساكت ذاك شغال في السوق وعينه طالعة، حيل ما عنده، لكن ده ضارب دخن وشربة حمام وما بيشوف الشمس. تسلم المرأة؟ الله بيسألك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.